أن هؤلاء الصقور سوف يحمدون أيضا في حال تشكلت حكومة السوداني، وإن شاء الله أنه قصقصت جنحان بعض الكتل السياسية التي غابت بفعل الاستقالة عن المشهد السياسي، وإطالة أمد حكومة محمد الشياع السوداني إلى حين بعيد جدا، إلى حين استكمال الفترة التقويمية الأربع سنوات اللي مضى منها سنة، باقي منها 36 يعني شنو شهر من أجل تغييب. شنو ما افتهمت هاي أبو ميثاق؟ تغييب الآخر تماما. يعني أنا أقول أتوقع وأحدث وأستقرأ أنه صقور الإطار الذين مرروا إرادتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية سوف يمضون بنفس الطريقة لمحاولة عزل مكون كبير شيعي هو خارج العملية السياسية الآن نتيجة للاستقالة، وتمضية هذه الأمور وسحب الفتيل منه ل36 شهر القادمة ومحاولة عزله تماما. هذه طروحات جاي نسمع يومية بشكل يومي، نسمع أنه هناك بعض الصقور يميلون إلى يعني هذا الشكل من التعامل. حتى ارجع للسيد خوشناو، هاي الهواجس كلها نستجمعها ونقول إحنا شنو المنفعة من الدخول في حكومة ماضية بهذا الاتجاه. إذن هنالك من في الإطار من يفكر من الانتقام من التيار الصدري في المرحلة المقبلة، ولذلك هذا هو الذي يدعوكم لعدم المشاركة. هيك صح فهمتها؟ يعني احنا خلينا بالبداية نتجنب كل ذكر للأسماء. لا واضحة اخويا، واضحة، ما يراد كل الرؤى السياسية الميثاق واضحة محترمة واضحة. بس خلينا نتفق إلى أنه الجميع الآن يسير بأطر دستورية وقانونية، كل هذا ضمن القانون وضمن الدستور متاح. قبل أن أنتقل للسيد خوشنا وبسؤال سريع، الوجدان والضمير. بسؤال سريع، الوجدان والضمير لا يمكن يعني طبعا أنتم بالفتح مع الذين ينتقمون من الذين يريدون ينتقمون من الطرف المنسحب اللي هو التيار الصدري أم ضده؟ إي أو لا؟ أنت تلقى اليوم عراقي يفكر بمنهج الانتقام. عراقي ينتخل عراقيته، يريد أن يجمع، أن يكون جامع وليس مفرق. يعني الأكثرية الغالبة من الواقع الشيعي متأثرة سلبا بانسحاب الكتلة الكبيرة والأخ الأكبر داخل البيت السياسي الشيعي، واضح، ويعملون واضح دائما إلى استمالته وعودته إلى أجواء العملية السياسية، وأنه العملية السياسية قد تكون عرجاء. وصلت لي موقف الفتح بهذه القضية، وصار واضح أمام العراقيين من الذي يريد أن يستخدم الحكومة المقبلة للانتقام من خصومه. خلف الله عليك، واضحة.